فين غندوزو دابا؟ ندوزو لوبيراتور ارميتيك. يلا باش ما نضيعوش الوقت، شنو هو لوبيراتور ارميتيك؟ حيت دابا داكشي مرتبط. حنا علاش درنا هاد لوبيراتور ادجوان؟ باش ندويو على لوبيراتور ارميتيك. دونك شنو هو ان اوبيراتور ارميتيك؟ هو واحد لوبيراتور اللي كيساوي لوبيراتور ادجوان ديالو. يعني فاش كدير لوبيراتور ادجوان كتلقى هو نفس داك لوبيراتور اللي كان عندك في الاصل. اوبيراتور ارميتيك، وهذا مهم بزاف حيت كيدخل في التعريف ديال لوبسيرفابل. اوبيراتور ارميتيك شنو هو اوبيراتور ارميتيك؟ بار ديفينيسيون par définition l'opérateur hermétique يعني on dit que نقول مثلا a واحد الاوبيراتور a est hermétique si il est كان كيساوي l'opérateur adjoint ديالو si a كيساوي a plus il est كان la matrice a راهي نيت a plus في هذه الحالة راه A إي إرميتيك. إكزومبل عاوتاني، ناخدو إكزومبل، ناخد إكزومبل، ناخدو أن إكزومبل، ناخدو مثلا واحد لاماتريس A تساوي يعني واحد لوبيراتور A اللي لاماتريس ديالو هي زيرو زيرو موان إي إي زيرو. دونك اجيو نحسبو ا بلس ديالو، نحسبو ا بلس، ا بلس راه هو ا ترونسبوزي كونجوغي ياك. دونك كيف ما درنا غنديرو المرحلة الأولى غنحسبو ا ترونسبوزي. تقدر ديرها بطريقة مباشرة ولكن في الأول غير حنا باش نبسطو الأمور وصافي. دونك في الأول غنحسبو ا ترونسبوزي. شني ا ترونسبوزي؟ قلنا لا لين غنردوها كولون، عاوتاني لا لين التانية غنردوها كولون التانية. يعني لا لين الاولى غتكتب سو فورم ديال كولون. ديما لي زيليمون دياغونو ما كيتغيروش، حيتاش الا قلبتي هذا غيبقى زيرو ديما في بلاصتو. دونك زيرو هاد موان زي موان اي غتكون هنا، دونك موان اي. عاوتاني هادي غتردها كولون، يعني غتقراها لين ولكن غتكتبها كولون. قراها انت، شنو هي هاد لا لين؟ هي زيرو موان اي، غنكتبها زيرو موان اي، اي زيرو اي زيرو. كنقراها لين وكنكتبها كولون، هذا هو ترونسبوز. دابا غندير المرحلة الثانية، هي غندير الكونجوغي ديال ا ترونسبوزي ايطوال، ا ترونسبوزي ايطوال اللي هي نيت ا بلس. يعني فين ما نلقى اي نضربها في موان. دونك غتكون زيرو هنا كاينه موان زي غنضربوها في الموان، عاوتاني هاد موان اي غنضربوها في الموان غتولي هي اي، وهنا زيرو. ماذا نلاحظ؟ دونك شنو هي ا بلس؟ ا بلس راه هي نيت زيرو، هي هادي زيرو موان اي اي زيرو. اوكي، هادي هي لا ماتريس اللي كانت عندي في الاول ا، لا ماتريس ا بلس هي هادي. اش كنلاحظ؟ راه هي نيت زيرو موان اي اي زيرو، زيرو موان اي اي زيرو. دونك ا كتساوي ا بلس، دونك ا اي ارميتيك. ا كتساوي ا بلس، دونك ا اي ارميتيك. كونكلوزيون، ا كتساوي ا بلس، دونك ا اي ارميتيك. تنقولو عليه ارميتيك، يعني كيستحق هاد الوصف ديال ارميتيك حيتاش كيساوي لادجوان ديالو. مزيان. دونك هادي لابار 6. استغفر الله العظيم. دابا غادي ندوز لي زيكواسيون او فالور بروبر، ايكواسيون او فالور بروبر. نحيدو هاد لاباج نمشيو ليكواسيون او فالور بروبر. دونك ايكواسيون او فالور بروبر، ايكواسيون
ايكواسيون او فالور بروبر. هذه لا باج 7. ايكواسيون او فالور بروبر امتى تنقول واحد ليكواسيون راها ايكواسيون او فالور بروبر؟ بيان سور حنا خدامين في الكوانتيك، يعني ماشي في الماط عاديه، يعني غنخدموا لي زوبيراتور. يعني غتكون عندي مثلا واحد لوبيراتور ا فوا واحد الفيكتور مثلا في ان كيساوي شي حاجة، غالبا كنسميوها كامزولاب ان، شي حاجة ان فوا في ان. الى شفتي هاد النوع ديال الكتابة، كيفاش هاد النوع ديال الكتابة؟ يعني نفس الفيكتور كيتعاود ا، المهم لوبيراتور يقدر يكون سميتو اي حاجه، اش بي ما كيهمنيش، المهم واحد لوبيراتور فوا واحد الفيكتور كيساوي شي حاجه فوا نفس الفيكتور، هذه ايكواسيون او فالور بروبر. كيفاش ايكواسيون او فالور بروبر؟ يعني هاد الفيكتور كيتسموا لي فيكتور بروبر، وهاد ان كيتسموا لي فالور بروبر. انا راه درتها اون جينيرال، يعني مثال نعطيك واحد المثال باش نوضحوا الامور. اكزومبل مثلا عندي مثلا ناخذ مثلا لوبسيرفابل اش، يلا باش نديرو داكشي كونكري. واحد لوبسيرفابل اش اللي هي لا ميلتونيه ديال السيستيم، مثلا اش فوا واحد الفيكتور اي ان كتساوي مثلا ايبسيلون ان فوا اي ان، وعاوتاني اش مثلا U2 كتساوي إبسيلون 2 فوا U2. هادو كاملين دي زيكواسيون أو فالور بروبر. H فوا U3 مثلا كتساوي إبسيلون 3 فوا U3. دونك هادو كيتسماو إيكواسيون أو فالور بروبر ديال H. علاش؟ حيتاش عندي هنايا U1 U1 U2 U2 U3 U3، راه ماشي ديما كتكون على هذا الشكل. هذا بعض المرات كتكون شي كتابه اللي معقده، في ديك الحاله ما كتكونش ايكواسيون او فالور بروب. يعني كانت مثلا اش يو ان مثلا كتساوي ايبسيلون فوا يو 2 زائد شي حاجه فوا يو 3 مثلا، راه ماشي ايكواسيون او فالور بروب. خص تكون عندي على هذا الشكل هذا يو 1 يو 1 يو 2 يو 2 يو 3 يو 3 يو 20 يو 20، يعني كيتعاود عندي نفس الفيكتور. في هذه الحاله تنقول ان تنقول ان اش، يعني هاد لوبسيرفابل اش ا عندها شحال من فيكتور؟ واحد جوج ثلاثة. وشحال من فالور بروبر؟ واحد جوج ثلاثة. تخوا فالور بروبر اللي هما ايبسيلون ان ايبسيلون ان ايبسيلون دو ايبسيلون تخوا، اللي هما ايبسيلون ان ايبسيلون 2 و ايبسيلون 3، وعندها 3 فيكتور بروبر اي 3 فيكتور بروبر اللي هما في 1 و ماشي في 1، يو 1 يو 2 يو 3، يو 1 يو 2 U3. مزيان. هنا كاين واحد الحاجه كتسمى لا ديجينيريسونس، خصنا ندويو عليها. لا ديجينيريسونس شنو هي؟ لا ديجينيريسونس الا كانت عندي واحد لا فالور بروبر كاينه غير في فيكتور بروبر واحد، تنقولوا انها نون ديجينير. الا كانت كتعاود مثلا في جوج ديال لي فيكتور بروبر، تنقولوا انها ديجينيري دو فوا. مثال ناخذ شي مثال اخر. هذا مثلا اكزومبل 1 بلاتي بعدا باش نوضحو في هاد اكزومبل نيت. افيك بالنسبة لإبسيلون ان معاودة مرة وحدة، مكايناش هنا ومكايناش هنا، يعني معاودة مرة وحدة. مع من غادية؟ مع او ان، مع او ان، يعني كاينة غير في فيكتور بروبر واحد. افيك إبسيلون ان بما انها معاودة مرة وحدة، يعني ما معاودش في شي فيكتور اخر، فراها نون ديجينيري. تنقولو نون ديجينيري،
نون دي جينير، معنى انها كوريسبون الفيكتور بروبر واحد اللي هو يو ان. نفس الحاجه بالنسبه ل يو دو ايبسيلون دو، حتى هي راه نون دي جينيري حيت كوريسبون الفيكتور بروبر واحد اللي هو يو دو. وحتى ايبسيلون 3 راها نون دي جينيري حيت كوريسبون الفيكتور بروبر واحد اللي هو يو 3. ناخذ شي اكزومبل اللي ما تكونش فيه اللي ما يكونوش نون دي جينيري، مثلا يكونوا دي جينير. هذا اكزومبل الاول، هذا مثلا اكزومبل جوج. ناخذ مثلا ما ناخذش ديال اش، ناخذ مثلا اون جينيرال، مثلا واحد لوبيراتور ا فوا مثلا نخليني نفس لي فيكتور اي ان كيساوي مثلا لوندا، مثلا لوندا ان فوا اي ان، و ا فوا اي دو كيساوي مثلا لوندا دو فوا اي دو. تقول لك كتعاود نفس الحاجه، لا بلاتي، مثلا اي 3 كتساوي لوندا 1 اي 3. ها دابا هنا اش كنشوف ولا شنو كنلاحظ؟ كنلاحظ ان لوندا 1 ما عاوداش المرات كاينه بالنسبه لاي 1 بالنسبه لاي 3. في هذه الحاله تنقول ان لوندا 1 راها ديجينيري دو فوا حيت فيها دو فيكتور بروبر. لوندا 2 نو نون ديجينيري حتى كوريسبون فيكتور بروب واحد اللي هو يو 2. دونك لا ديجينيريسونس هذا هو المعنى ديال نقلب الورقه. دونك عندنا لوندا 1، لوندا 1 ديجينيري ولا دو فوا، نكتب دو فوا ديجينيري، دو فوا ديجينيري حيت كوريسبون شنو قلنا؟ لوندا 1 معاودة في U1 ومعاودة في U3. دونك كوريسبون ل U1 و كوريسبون ل U3، يعني راها كاين فيها جوج ديال لي فيكتور بروبر، كتمشي مع جوج ديال لي فيكتور بروبر. دونك دو فوا ديجينيري. و لوندا 2، لوندا 2 معاودة غير مرة وحدة، يعني نون ديجينير، مغنقولوش ديجينيري اون فوا، لا تنقولو نون ديجينير، عندها غير نيشان، ما عندهاش جوج الوجوه. نون ديجينيري حيت كوريسبون لفيكتور بروبر واحد اللي هو يو 2، حيت هنا يو 1 يو 3 دونك يبقى يو 2. صافي هذا هو المعنى ديال ديجينيريسونس. مزيان، دابا غادي ندوز لوبسيرفابل، غندوز لوبسيرفابل. اوبسيرفابل امتى تنقول ان عندي اوبسيرفابل؟ بالنسبه لهاد لي زيكواسيون او فالور بروبر راه كيتعطاك، مثلا كيتعطاك بحال هاد الشكل، مثلا بحال هكا فين مثلا بحال هاد الشكل هذا، انت كتصيب لا ماتريس و تيقول لك كالكولي مثلا جبد ديال لي فيكتور بروبر اولا لي فالور بروبر. هنا كيخصك دير واحد جوج ديال القواعد حتى نشوفهم من بعد. دابا نشوف غير اوبسيرفابل. شنو هي اوبسيرفابل؟ لي زوبسيرفابل شنو هما لي زوبسيرفابل؟ هما دي زوبيراتور. اوبسيرفابل راه هي اوبيراتور، تنقولو مثلا نكتبها بطريقة مختصرة، واحد لوبيراتور ا اي اوبسيرفابل كنقولو عليه اي دي اوبسيرفابل، يعني كياخد اللقب ديال اوبسيرفابل إلا كان متحقق فيه واحد المجموعة ديال الشروط. اوبسيرفابل سي الشرط الأول، اول شرط خص يكون ارميتيك، اول شرط خص يكون ارميتيك، ا خص يكون ارميتيك. شنو قلنا ارميتيك؟ راه شفنا قبيله هي ا كيساوي ا بلس، يعني لوبيراتور ا كيساوي لوبيراتور ادجوان ديالو ا ارميتيك. هذا الشرط الاول ضروري، الا ما كانش ارميتيك صافي راه ماشي اوبسيرفاب، يعني ا كيساوي ا بلس. الشرط الثاني هو انه خص لونسومبل ديال لي فيكتور بروبر ديال ا فورم اون باس، يعني مثلا نعطيكم اكزومبل، مثلا اش، مثلا هنايا اش نفترضوا انها ارميتيك، مثلا صيبنا لا ماتريس لقيناها ارميتيك، وهاد لي فيكتور بروبر ديالها كيفورميو اون باس،
دونك اش راها اوبسيرفابل. مزيان، دونك الشرط الثاني قلنا ان لونسومبل دي فيكتور بروبر، دي فيكتور بروبر ديال دو ا فورم اون باس. هادو هما الشروط، جوج ديال الشروط باش ان ا تسمى اوبسيرفابل، باش ان هاد لوبيراتور هاد عفوا هي هاديك هاد لوبيراتور ا تسمى اوبسيرفابل فورم اون باس. مزيان، يعني انت باش غتعرف واش هادي ساهله ارميتيك ساهله تبينها، ولكن باش تبين انها فورم اون باز غادي خصك تجبد لي فيكتور بروبر ديالو، غالبا غتلقاهم هما نيت ديك لا باز اللي عطاك البروف في التمرين. يعني لي فيكتور بروبر ديال ا كتلقاهم هما نيت لي هما نيت لي زيليمون ديال لا باز اللي عندك في التمرين. مزيان، شنو اخر نقدروا نشوفو؟ ناخد شي اكزامبل، مثلا ناخدو شي اكزامبل، يلا نديرو اكزامبل وصافي نختمو به. اكزامبل ناخدو مثلا واحد لوبيراتور، سواء مثلا واحد لوبيراتور سواء ا كيساوي مثلا واحد زيرو زيرو بحال ديال قبيله، زيرو موانز ان زيرو 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 موانز، هذا اوبيراتور. السؤال هو واش ا ايتون اوبسيرفابل، نعطاني لا لي فيكتور بروبر الاول، يعني انا اللي خصني نجبد لي فالور بروبر ونجبد لي فيكتور بروبر. دونك السؤال هو لا كيسيون هي كيسيون واش ا اوبسيرفابل او لا. لا ا اي اوبسيرفابل او لا. لا تقول لي ما عنديش انا لي فيكتور بروبر، انت اللي غتجبدهم بيان سور. غناخدو حنا واحد ناخدو واحد لاباز كيف ما كان، غير هو في الاول خصنا نبينو بعدا واش اغميتيك هي الاولى. الا ما كانش اغميتيك راه ما كاين والو. شنو هي اغميتيك؟ يعني ا كتساوي ا بلس، يعني غنحسبو ا بلس غنديرها بالخف. الشرط الاول واش ا اغميتيك او لا. لا واش ا يساوي ا بلس او لا. هذا هو الشرط الاول. بعدا دونك نحسب ا بلس، قلنا قبيله ا بلس راه هي ا ترونسبوزي ايطوال، غنديرها نيشان. شنو هي ا ترونسبوزي؟ ندير بدا ا ترونسبوزي ومن بعد نشوف الا كانت شي حاجه، يعني شي نومبر كومبلكس ندير ليه الكونجوغي ديالو. شنو هي ا ترونسبوزي؟ يعني لالين كنردوها كولون، يعني واحد زيرو زيرو كتولي واحد زيرو زيرو، واحد زيرو زيرو عاوتاني زيرو موانزان زيرو غتولي كولون، زيرو موانزان زيرو انا راه كنقراها لين كنكتبها كولون، عاوتاني زيرو زيرو موانزان غنردها كولون، دونك زيرو زيرو موانزان. بالنسبه للايطوال راه هادو دي سوسون دي غيل، يعني الايطوال ديالهم راهم نيت، دونك هادي ا بلس. وكنلاحظ ان راه هي نيت ا، هي ان زيرو 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 موانزان زيرو 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 موانزان، هي هادي. دونك effectivement راه ا كتساوي ا بلس، راه بيناه قبيله جو بونس هاد ليكزومبل نيت اللي خديت، ا كتساوي ا بلس دونك راه ارميتيك. دونك الشرط الاول متحقق، ا ارميتيك. الشرط الثاني هو اللي فيه شويه الخدمه، ارميتيك. هادي بعدا لاباج باش ما ننساش، هادي لاباج 8. نمشي لاباج 9 وندير فيها الشرط الثاني، نبين ان لونسومبل ديال لي فيكتور بروبر ديال ا فورم اون باس. وكيفاش غنبين؟ الوغ خصني بعدا نكون خديت واحد لاباس،
نسيت ما كتبتهاش. هنا ناخذ واحد لاباز من عندنا، سوا اون باز، حيت ما يمكنش نكتب نجبد لي فيكتور بروبر لي فالور بروبر، وانا ما عنديش اصلا لاباز ديال التمرين. انا غنعطيكم لاباز، يعني افترض ان في التمرين عندي لاباز، سوا اون باز مثلا هي الفيكتور اي جي ك. شنو هو اي جي ك؟ هما دوك اي جي ك اللي كتعرف في لا ميكانيك كلاسيك، يعني الفيكتور اي شنو هو؟ الا بغينا نكتبو الفيكتور اي شنو هو؟ هو واحد زيرو زيرو، زيرو على لاكس، واحد على لاكس اكس، زيرو زيرو بالنسبة لإيكغيك و زد. نفس الحاجة هنايا، يعني هاد لاباس ديال تخوا ديمونسيون، جي غتكون هي زيرو ان زيرو، أو كا حيتاش على إيكغيك، أو كا غتكون هي زيرو زيرو ان، يعني إسباس أ تخوا ديمونسيون هاد. اصلا هو اللي كنخدمو فيه. دونك بغينا نجبدو الشرط الثاني، الشرط الثاني، الشرط الثاني. دونك خصني نبدا نجبد لي فيكتور بروبر عاد باش نشوف واش كيفورميو اون باز او لا. كيفاش غنجبد لي فيكتور بروبر؟ دونك غنكتب ايكواسيون او فالور بروبر. دونك ايكريفو ليكواسيون او فالور بروبر دو ا. دونك اول حاجه ايكواسيون او فالور بروبر، لي فالور بروبر غنبقى نرمز ليهم في بي، فالور بروبر دو لوبسيرفور سمينا لوبيراتور سمينا دو ا. دونك نكتبوها، يعني غنكتبو مثلا ا فوا لي فيكتور نسميوهم في او لا في ولا اللي بغيتو نسميوهم في، في ان، في ان كيساوي لوندا مثلا لوندا ان فوا في ان. غير هو حنا ما عارفينش واش هاد لي فالور بروبر، هاد لي فالور بروبر واش غيكونوا ديجينيري، واش غتكون فيهم شي وحده ديجينيري او لا نون ديجينيري. دونك باش نحيدو الشك غندير هنا واحد لانديس اي، هاد لانديس اي كيعني ديال لا ديجينيريسونس، يعني تقدر تكون عندي واحد لوندا ان ولكن كاينه في الفيكتور الاول وكاينه في الفيكتور الثاني مثلا، يعني اي ايكالا هنا ايكالا دو. المهم هذا غير باش نحيدو الشك. دونك حنا غنمشيو نحسبو بالنسبه لي فالور بروبر. نورمالمون كنجبدوهم كنحسبو الديتيرمينون، الديتيرمينون ديال ا موان لوندا فوا لا ماتريس ايدونتيتي كيساوي زيرو كنحسب. هذه هي الطريقه. ولكن الا كانت عندك لا ماتريس اصلا دياغونال، يعني لي زيليمون دياغونو هما لي ديفيرون دو زيرو، لي زيليمون الاخرين كاملين زيرو زيرو، يعني الا كانت زيرو زيرو هنايا وهنايا كاين يعني لي زيليمون دياغونو، راه لي فالور بروبر هما لي زيليمون دياغون. بلا ما تعذب غتكتب لي نيشان ا est une matrice diagonale, est une matrice diagonale automatiquement les valeurs propres roumainites sont les éléments diagonaux roumains, les éléments diagonaux. يعني هما نيت هادو واحد موان زان. دونك كنلاحظ ان هنا عندي موان زان معاودها جوج المرات، يعني واحد لافالوغ بروبر كتساوي موان زان معاودها جوج المرات، وواحد لافالوغ بروبر كتساوي واحد معاودها مرة واحدة. دونك عندي دو ديال لي فالوغ بروبر ماشي تلاتة غير جوج. لوندا اللولة كتساوي واحد نون ديجينيري ما معاودهاش جوج المرات ولا تلاتة، لوندا جوج كتساوي موان زان معاودها جوج المرات يعني دو فوا ديجينيري. دونك عندي نكتبو بشي لون مغاير. الوغ عندي لوندا ان كتساوي قلنا ان ياك كتساوي واحد، و لوندا جوج كتساوي موان زان. ومال افيك هاد لوندا ان غير باش تبان ليكم لا ماتريس، افيك هاد لوندا ان اللي هي واحد راه نون ديجينيري، نون
ديجينيري، و لوندا جوج اللي كتساوي موان زان راه كاينه جوج المرات، يعني دو فوا ديجينير، دو فوا ديجينير. بمعنى الا كانت الاولى هذه لوندا ان لون ديجينيري، يعني كوريسبون لفيكتور بروبر واحد، يعني غادي نقلب على فيكتور بروبر واحد اللي لا فالو بروبر ديالو هي واحد. و بالنسبه لوندا جوج غيكون عندي دو فيكتور بروبر، حيتاش دو فوا ديجينير ديجينيري. دونك هنا عندي ان سول فيكتور بروبر، مثلا نسميوه نسميوه شي حاجه، نسميوه في ان ولا شي حاجه، نسميوه في ان، في ان هنا غادي يكون عندي جوج، يكون عندي في دو وفي تروا. اصلا خصني نلقى ثلاثه حيتاش لا ماتريس ديالي 3 3 و لي زيليمون ديال لاباز راهم 3، دونك خصني نلقى 3 فيكتور بروبر. دابا كيفاش غنلقاهم؟ بكل بساطه غترجع لهاد ليكواسيون او فالور بروبر اللي كتبتي، غادي تعوض لوندا 1 ب 1 وغتعوض في ان ب في 1 وغتحاول تلقى في 1، عطيه دي كومبوزونط من عندك اكس ايغريك زيد اولا اللي بغيتي وحاول تلقاه. دونك نحاولوا نلقاو في ان بعد. دونك اول حاجه نلقاو في ان، نعاود نكتبها، نعاود نكتب ليكواسيون او فالور بروبر. دونك هاد ليكواسيون او فالور بروبر غتولي على هاد الشكل هذا. دونك غتكون عندي ا فوا في ان، غير واحد القضيه هاد في دو في تخوا نسميهم بريم، حيت كاملين ديال لوندا دو نسميهم بريم، نجمعهم في فيكتور واحد نسميه في دو مثلا. دونك ا فوا في ان كتساوي شنو قلنا، كتساوي لوندا ان فوا في ان، و ا فوا في دو كتساوي لوندا دو فوا في دو، علما ان هاد في دو راه فيه جوج، في دو بريم في تروا بريم، اولا نسميه في دو، نسمي واحد القضيه باش نحترمو، يعني لوندا دو راها غاديه مع في دو، هذا في بريم هذا في سكوند مثلا، غير باش نفرقو بيناتهم، في دو بريم في دو سكوند، المهم في دو. دابا نمشيو للاولانيه، نجبدو في ان، لوندا ار هي واحد، نجبدو في ان. الوغ دونك ندير شي حاجه هنا، ندير في ان، دابا نجبدو في ان، في ان شحال كيساوي؟ دونك غادي نكتب هادي، ناخد هادي نسميها واحد مثلا، غادي نسميها جوج. دونك غنخدمو باللولة، دونك واحد غتعطينا، دونك ا فوا في ان كتساوي لوندا ان، شناهي هي واحد، دونك غتعطيني واحد فوا في ان، دونك يعني في ان. اون بوز مثلا، اون بوز في ان شناهو فيكتور، يعني غيكون عندو دي كومبوزونط، نسميوهم اكس ايغريك زد مثلا، اولا اكس ان ايغريك ان زد ان لي عجبك، نسمي اكس ايغريك زد صافي. اكس غيكون كولون حيتاش سي تانكيت، اكس ايغريك زد، علاش خديتي تلاتة؟ حيتاش عندك لا باس فيها تروا تروا ديمونسيون، يعني تلاتة ديال لي زيليمون. هاد لاباج شحال هادي؟ تسعود، مزيان. دونك ندور الورقة ونكمل. دونك شنو غندير؟ غادي نعوض ا شناهي هي؟ واحد زيرو زيرو، هادي زيرو موان زان زيرو، هادي زيرو زيرو موان زان. شناهي في ان؟ في ان هي اكس ايكغيك زد، اكس ايكغيك زد تساوي، تساوي شنو؟ تساوي في ان نيت، يعني تساوي اكس ايكغيك زد، فيكتور اكس ايكغيك زد، اكس ايكغيك زد. مزيان، نحاول نحسب هاد البرودوي ماتريسيال. غيعطيني ان فيكتور، غيعطيني ان فيكتور
اللي هو اوني كولون كيساوي هاد اكس واي زد. واحد في اكس زائد زيرو في هذه زائد زيرو في هذه هي اكس، زيرو في اكس هي زيرو، ناقص واحد في واي هي ناقص واي، الاخرى راه زيرو، الثالثه زيرو في اكس هي زيرو زائد زيرو في واي هي زيرو، ناقص فوا زد هي ناقص زد. دونك شنو كنلقى؟ كنلقى ان عندي 3 ديال لي سيستيم، عندي اكس تساوي اكس، حيت اش كنت كنقول انا واحد لاماتريس كتساوي واحد لاماتريس، يعني لي زيليمون ديالها كيتساواو، يعني لي زيليمون الاول كيساوي لي زيليمون الاول، لي زيليمون الثاني كيساوي لي زيليمون الثاني الى اخره. دونك اكس تساوي اكس موان ايغريك تساوي ايغريك، ونشوف ديك الساعه نحلها، موان زد تساوي زد. هذا سيستيم اتروز ايكواسيون، ولكن راه باين الحل ديالو اكس تساوي اكس، راه باينه. دابا واش يمكن انه يكون عندي موان ايغريك تساوي ايغريك من غير الا كان ايغريك يساوي زيرو؟ هذا هو الحل الوحيد ديال هذه المعادله الثانيه. اولا تقدر تجيب ايغريك لهنا، غيولي موان ايغريك موان ايغريك هي موان دو ايغريك يساوي زيرو، يعني ايغريك يساوي زيرو حسب كيف ما بغيتي، المهم ان خصك تلقى ان ايغريك يساوي زيرو. نفس الحاجه بالنسبه لزد، زد يساوي زيرو. دونك الفيكتور ديالنا اللي هو في لا كومبوزونت الاولى هي اكس، لا كومبوزونت الثانيه والثالثه زيرو زيرو. دونك لقينا ان ديجا لقينا لا فورم ديالو كيفاش كيتكتب على هذا الشكل هذا، لقينا ان في ان، بعدا سمينا في ان، في ان يساوي اكس زيرو زيرو، حيتاش ايكغيك وزد كيساوي زيرو. ولكن واش نقدر نحسب ديك اكس؟ اه، هذه المرحله الاولى. المرحله الثانيه اش كنديروا؟ كنديروا لا نورماليزاسيون، خص لي فيكتور ديما لي فيكتور بروب خصهم يكونوا نورمي. كيفاش نورمي؟ انا غنكتبها في ان دو تيتر، بزمنو دو تيتر نورمي. كيفاش دو تيتر نورمي؟ يعني لا نورم ديالو، كيفاش لا نورم؟ يعني المودول او كاري ديال في ان تساوي واحد. شنو هو المودول او كاري؟ هو المودول او كاري ديال لي زيليمون ديالو. ديجا نقدر نكتب في ان على واحد الشكل، شوف معايا، نقدر نكتب في ان بواحد الطريقه اخرى، راه كيساوي، انا غنعاود نكتبها في الاول، اكس زيرو زيرو هي، متفقين؟ ولكن نقدروا نخرجوا ديك اكس، نقولوا انه كيساوي اكس فوا ان، يعني حتى خرجنا اكس يعني بقات بلاصتها ان، هنا زيرو زيرو. وشنو هي ان زيرو زيرو؟ نرجعوا فين هي ديك فين بديت انا ليكزومبل اصلا، بديتو هنا. شنو هي ان زيرو زيرو؟ راه هي اي هكذاك. دونك اكس فوا الفيكتور ديال لاباز اي، مزيان، وبما انه فيكتور ديال لاباز فراه اوتوماتيكمون تيحقق الشرط ديال لوختونورماليزاسيون، هي ديك اوختونورماليزاسيون اوختوغوناليتي، يعني تيكون لا نورم ديالو اوختونورمي، بغيت نقول يعني لا نورم ديالو كتساوي واحد، والبرودوي ديالو مع جي او لا مع كتساوي زيرو. يعني اللي كيهمني هنايا، بغيت انا ندير هاد لا نورم، هادي بغيت ندير هاد لا نورم، هادي مهمه بزاف، بغيت ندير هاد القضيه هادي، انا كتبت هاد الشكل غير باش ندير هاد القضيه هادي. دونك المودول او كاري ديال في، المودول او كاري ديال في ان زعما شنو كيساوي؟ كيساوي هو المودول ديال اكس او كاري، المودول او كاري ديال اي راه هو واحد. شنو كيساوي هاد المودول او كاري؟ كيساوي واحد. دونك كيساوي واحد. دونك بما ان المودول او كاري ديال اكس كيساوي واحد، دونك المودول ديال اكس يساوي واحد. اذا اكس حتى اكس نقدروا ناخذو كيساوي واحد، نورمالمون كيساوي اكس كيساوي المودول ديال اكس فوا ليكسبونونسييل، ولكن حنا غنعتبرو ديك ليكسبونونسييل كتساوي واحد، يعني لا فاز كتساوي زيرو، دونك ليكسبونونسييل كتساوي واحد. دونك من الاخر اكس
الموديل ديال اكس كيساوي واحد، دونك حتى اكس كتساوي واحد. الا كانت اكس كتساوي واحد يعني غنرجع لهنا في ان يساوي اكس يساوي واحد يعني يساوي اي، يعني الفيكتور الاول حنا لقيناه، الفيكتور الاول صافي حنا لقيناه. شنو هو الفيكتور الاول؟ هو اي. دونك الفيكتور الاول ديال هاد لوبيراتور ا راه هو نيت ليليمون ديال لاباز اي، حيت حنا علاش كنقلبو من فهاد الشيء كامل؟ كنقلبو واش لي فيكتور بروبر ديال لوبيراتور ا واش فورم اون باز. حنا لقينا الاولاني فيهم راه كاين في لاباز، اصلا كينتمي لاباز اللي حنا خدينا ديجا. خص دوك الجوج نلقاهم حتى هما كينتميو لاباز، يعني الفيكتور الثاني يكون كيساوي جي، الفيكتور الثالث كيساوي كا، وهذا الشيء اللي غادي نلقاو. الوغ هاد لاباج شحال؟ هاد لاباج 10. دونك نكمل في شي باج اخرى. نكملو في شي باج اخرى. دونك هذا بالنسبه للفيكتور، هذا بالنسبه للفيكتور في 1. دابا بالنسبه للفيكتور في 2، بالنسبه للفيكتور في 2، في 2 قلنا فيه جوج حيتاش لوندا دو راه دو فوا دي جينير. دونك بالنسبه للفي 2 بالنسبه لفي 2 حيت هاد لاباج غلطاتني. بالنسبه لفي 2 غنكتبوا ليكواسيون او فالور بروبر. انا غندور لكم هذه باش نرجعوا لفكرنا. بغينا دابا في 2 يعني غناخذ هاد لافالو، هاد ليكواسيون الثانيه، ليكواسيون او فالور بروبر الثانيه. دونك غندير جوج طق طق نكتب ا هادي ا فوا في 2، يعني كنرجع ليكواسيون او فالور بروبر اللي فيها داك الفيكتور اللي تنقلب عليه. ا فوا في 2 كتساوي لوندا 2 فوا في 2، علما ان لوندا 2 كتساوي موان 1. دونك نعاود نكتب، دونك ا فوا في 2 كتساوي لوندا 2 هي موان 1 دونك ناقص في 2. شنو هي المرحلة اللي من موراه؟ غادي نعوض أ لا ماتريس ديالها. فين هي أ؟ فين هي ديك لا ماتريس أ؟ كانت هنا لا ماتريس أ، هي هادي لا ماتريس أ، هي قلنا واحد زيرو 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 موان زان زيرو 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 موان زان. دونك نكتبها، دونك نعوض لا ماتريس، ولا بعدا ناخد بعدا في 2 نقول سوا ولا اون بوز، اون بوز في 2 قبيله. شنو سميناه؟ سميناه هذاك اكس ايغريك زد. دونك هذا نسميوه اكس بريم، مثلا نسميوه اكس بريم لي كومبوزون ديالو زعما اكس بريم ايغريك بريم زد بريم. دونك الى عوضنا هنا شنو غتعطينا؟ لا ماتريس هي 1 0 0 1 0 0 0 موان 1 0 0 0 موان 1. صافي هادشي فاش محتاجين هاد الورقة. دونك نحيدها دابا باش ما تبرصتناش، نحيد هادي حتى هي. دونك فوا شنو هي في 2؟ في 2 هي اكس بريم ايغريك بريم زد بريم. كنعطيو هادي كومبوزونط من عندنا وكنحاولو نقلبو عليها كتساوي شنو؟ باب نسيت، ماشي مشكل. قلنا كتساوي موان في 2، يعني موان مضروبة في 2، يعني مضروبة في جميع لي كومبوزونط ديالها، يعني ناقص اكس بريم ناقص ايغريك بريم ناقص زد بريم. عاوتاني نحسب هاد البرودوي ماتريسيال، غيكون سو فورم دون ماتريس، حيتاش اون ماتريس كولون غتساوي هادشي، يعني هادشي حتى هو خصو يكون اون ماتريس كولون. بلا ما نصدع راسي مع ديك تروا تروا فوا تروا ان، غتمشي تروا مع تروا هي تروا. المهم غنكتب هنا ماتريس وحدة زعما كولون وحدة
كتساوي هاد ناقص اكس بريم ناقص ايكغيك بريم ناقص زد بريم. دونك ناقص اكس بريم ناقص ايكغيك بريم ناقص زد بريم، وشنو غيكون كيساوي هاد الشيء؟ هذا برودوي ماتريسيال. دونك واحد فوا اكس بريم زائد زيرو زائد زيرو، دونك هي اكس بريم. نفس الحاجه ديال قبيله، زيرو موان ايكغيك بريم موان ايكغيك بريم، هادي موان زد بريم. عاوتاني غتخرج لنا 3 زيكواسيون، يعني واحد السيستيم اللي فيه 3 زيكواسيون، كل كويفيسيون كيساوي راسو في الجهه الاخرى. دونك اكس بريم تساوي موان اكس بريم موان ايكغيك بريم تساوي موان ايكغيك بريم موان زد بريم تساوي موان زد بريم. نحلوها، شنو هي اكس بريم تساوي موان اكس بريم؟ دونك اكس بريم كيساوي زر، باش بلا ما نعقدو الامور، تقدر تجيب هاد موان اكس بريم لهنا غتجمع مع هادي غتولي جوج اكس بريم تساوي زيرو. دونك اكس بريم تساوي زيرو حيت جوج ميمكنش يكون كيساوي زيرو. دونك اكس بريم يساوي زيرو، هادي الاولى. هادي عندك موان هنا موان هنا، دونك معادلة مقبولة، نقدر نحيد الموان كاع. دونك ايكغيك بريم تساوي ايكغيك بريم، وحتى الاخرى زد بريم تساوي زد بريم. معناها شنو؟ معناها ان هاد فين هو هاد فيدو اللي خدينا، هادي نأطر عليها هادي، غادي نعوض اكس بريم زيرو، ايكغيك بريم غنخليها ايكغيك بريم، وزد بريم غنخليها زد بريم. دونك في دو تساوي هادي زيرو ايكغيك بريم، يعني واحد لا كومبوزونت اللي مشات، ماشي بحال قبيله مشاو لنا بجوج. دونك نقدر نكتب على شكل عاوتاني ايكغيك بريم فوا ان زيرو ان زيرو، حيتاش ايكغيك بريم كاينه الوسط. دونك زيرو ان زيرو زيد زائد زيد بريم زيرو زيرو ان، غير قسمتها. عندي الحق ولا ما عنديش؟ عندي بيان سور. شنو هي زيرو ان زيرو؟ راه هي جي زيرو زيرو ان، هي كا انا غنعاود فين كتبتهم قبيله. استغفر الله العظيم. هم هاي هاي زيرو ان زيرو، هاي زيرو ان زيرو راه هي جي، زيرو زيرو ان راه هي كا. دونك هذا هو جي وهذا هو كا، هذا راه هو جي وهذا راه هو كا. دونك نقدروا نكتبوا الفيكتور في دو، نقدروا نكتبوا الفيكتور في دو على شكل ايكغيك بريم فوا جي زائد زد بريم فوا كا. نأطر عليها عاوتاني باش يبان لينا مزيان، مازال ما ساليتش، راه خصني نجبد ايكغيك بريم وزد بريم، يعني كيساوي الجمع ديال دو فيكتور اللي هما اون فونكسيون ديال لي زيليمون ديال لاباز. هاد لاباج شحال؟ 10، دونك كدا غتكون 11. مزيان، دونك غادي ندور هاد لاباج وغنحاول نقاد هادشي. دونك لقينا ان الفيكتور في دو قلنا كيساوي ايكغيك بريم فوا جي، ياك ايكغيك بريم فوا جي زائد زد بريم فوا كا، يعني كيساوي الجمع ديال دو فيكتور. يعني نقدر نكتبو على شكل في دو يساوي، نسمي مثلا في دو قبيلا شنو سميتهم، واحد سميتو في دو بريم والاخر سميتو في دو سكوند، الا بقيتو عاقلين. انا غادي نرجع في دو سكوند. هم هم هو هي ها، قلنا ان لا فالور بروبر واش كتبان لكم؟ قلنا قبيله ان لا فالور بروبر لوندا دو دو فوا دي جينيري عندها في دو بريم وفي دو سكوند، هما هادو
في دو بريم في دو سكوند، يعني في دو بريم راه هو إكغيك بريم فوا جي، في دو سكوند هي زد بريم فوا كا. تخي بيان. دونك افيك افيك في دو بريم راه هي إكغيك بريم فوا جي، و في دو سكوند راه هي زد بريم فواكا. دابا شناهو علاش انا قسمتهم بحال هكا؟ حيتاش خصني نلقى هاد إكغيك بريم و زد بريم، يعني خصني ندير لا نورماليزاسيون ديالهم بحال درت قبيل. بما انهم دو فيكتور بروبر خصهم يكونوا نورمي، دونك في دو بريم اي في دو سكوند doivent être normés. يعني ان المودول او كاري ديال في دو بريم كيساوي المودول او كاري ديال في دو سكوند كيساوي واحد. هذا هو المعنى ديال لا نورماليزاسيون. دونك في دو نمشيو الاولاني، دونك المودول او كاري ديال في دو بريم كيساوي المودول او كاري ديال إكغيك بريم، حيت المودول ديال الجي راه كيساوي واحد، او كاري ديالو كيساوي واحد، هذا كيساوي واحد. دونك اوتوماتيكمون إكغيك بريم تساوي واحد. دونك اوتوماتيكمون غنعوض هنايا إكغيك بريم بواحد، غتبقى ليا ان في دو بريم تساوي جي. هكذاك هي الفيكتور بروبر الثاني، راه هو نيت الفيكتور الثاني ديال لاباس. مزيان. نفس الحاجه هنا فين غادي نساليو هذا السؤال، هو سؤال طويل ولكن حنا غير بغينا نديرو به التطبيق وصافي. دونك في دو سكوند المودول او كاري ديالها حتى هو كيساوي شنو؟ غيكون هو زد بريم مودول او كاري كيساوي واحد. دونك زد بريم كيساوي واحد. دونك شنو؟ دونك في دو سكوند كيساوي كا، معرفتش علاش درت هاد الفيكتور، كيساوي كا. إذا شنو هما لي فيكتور ديالنا؟ دونك كونكلوزيون، كخاتمة، لي فيكتور بروبر، لي فيكتور ديال لوبسيرفابل، حنا اصلا بغينا نبينو انها اوبسيرفابل. لي فيكتور بروبر ديال لوبيراتور ا سون هما في ان في دو بريم وفي دو سكوند، يعني هما نيت اي جي و كا، وهادو هما لي زيليمون ديال لا باز، يعني فورم اون باز. دونك فورم اون باز اوتوماتيكمون ا ايت اون اوبسيرفابل. صافي ا راها اوبسيرفابل دابا، حيتاش بينا انها ايرميتيك في السؤال الاول، دابا بينا ان لونسومبل دي فيكتور بروبر ديالها فورم اون باز، دونك راها اوبسيرفابل. دونك ا ايت اون اوبسيرفابل. السلام عليكم. هذه لا باج 12، انا غادي نصور هادشي كامل وغنصيفطو ليكم غدا ان شاء الله في لاباج. دونك هنا فين كيسالي اللايف ديالنا الى فرصة قادمة.